بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هنخلص تصميم البايل كاب، وده الجزء الثامن من شابتر 6 اللي هو موضوع البايلز. طبعا عندنا 9 خطوات لتصميم البايل كاب. الخطوات ديت نفس الخطوات اللي احنا خدناها في تصميم الشالو فاونديشنز، ولكن ايه الفرق؟ الفرق ببساطة خالص ان انا عندي في الشالو فاونديشن الاستريسز او رد فعل السويل بيبقى ديستريبيوتد، اما بالنسبة للبايل فانا عندي الرد الفعل بيبقى مركز اللي هو احمال او رد فعل الايه؟ الخوازيق. طيب ايه الخطوات بتاعتنا؟ اول خطوة عندي ان انا اوجد عدد الخوازيق زي ما اتفقنا، على حسب الاحمال اللي عندي اقدر اطلع عدد الخوازيق، يطلعوا 2 يطلعوا 3 يطلعوا 4، اقل حاجة اتفقنا ان هم يبقوا كام خازوقين تحت العمود الواحد. بعد كده ابتدي ارتب الخوازيق بتاعتي زي ما اتفقنا برضك المرة اللي فاتت، لو كان 4 بالشكل كده 5، تعلمنا احنا ازاي نحط الخوازيق، ترتيب الخوازيق بتاعتنا. تالت خطوة ان احنا نجيب depth dimensions مبدئي للبايل كاب، يعني نفرض التي بتاعت البايل كاب ولتكن 1 متر، ونشوف هتبقى سيف ولا مش سيف. يبقى انا فرضت التي بتاعتي، فرضت التي، ابتدي اشيك على الخوازيق بتاعتي. انا عندي مثلا 6 خوازيق والاحمال اللي جاية فوقها بوزن البايل كاب ووزن التربة اللي ممكن تكون موجودة هنا، اقسمها على عدد الخوازيق، اطلع كل خازوق بيقدر يشيل قد ايه. خلي بالك لازم الحمل اللي هيجي على الخازوق هنا يكون اقل من البي سيف بتاع الخازوق اللي انت جبته قبل كده، يبقى انا كده عملت تشيك على الفورس في الخوازيق. طب الدبس ده عايز اعمل عليه تشيك، فهعمل عليه تشيك في ايه؟ اعمل تشيك على اول حاجة البانشنج، ان انا اخشى ان العمود ده ماله يعمل اختراق لمين؟ للقاعدة. طيب اعمل تشيك ازاي؟ هجيب الكيو بانشنج واجيب الكيو بانشنج واقارنها بالكيو مين سي يو بي، يبقى كده اطمنت ان الدبس مش هيعمل لي بانشنج. بعد كده ابتدي اعمل تشيك على الشير، اخد الشير على بعد دي واشوف ايه الحمل اللي موجود، بس حمل مركز، واجيب الكيو شير واجيب الكيو شير واقارنهم بمين الكيو سيو، نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الشالو فاونديشنز. بعد كده ابتدي اخش على المومنت بقى. المومنت بتاعي طبعا انا عارف ان الكريتيكال سيكشن هتاخده فين، لو كان مثلا مربع الموضوع هيبقى سهل، على وش العمود هو هنا هو هنا، فعندي كام خازوق؟ خازوقين اهمت، وادي الحمل بتاعي اللي انت جبته بتاع حمل الخازوق، هضربه في المسافه ديت فطلعت المومنت بتاعي. وانس ان انت طلعت المومنت هتشيك على الدي، يعني الدي اللي هي بتساوي سي 1 جذر الام على عرض مين بقى؟ عرض الكاب بتاعي، عرض الكاب بتاعي في الاف مين سي يو، والتي بتساوي الدي زائد كام؟ زائد 22 ايه سنتي. يبقى انا في الحاله ديت جبت التي بتاعتي، اقارنها بالمتر، والله سيف، خلاص سيف. طلعت انسيف، لا ازودها عشان المومنت. بعد كده اجيب الحديد بتاعي عادي خالص اللي هو الام على الجي في الدي في الاف ييل، يبقى طلعت الحديد بتاعي اللي هو الديزاين بتاع المومنت. الحديد ده لازم اطمن عليه او مش اطمن عليه، اعرف هل هو هيبقى على شكله ال ولا شكله يو، يبقى لازم نعمل تشيك على مين؟ على البوند بتاعي. يبقى هجيب مين؟ هجيب ال ديفلوبمنت لينس بتاعي اللي هو 60 مين فاي، واقارنه بمين؟ بالسي اي بتاعتي. والله لقيت اكبر، ممكن لو سي اي اكبر هعملها ال، لو كانت اصغر اعملها مين يو. اخر خطوه ان انت تبتدي ترسم مين الرينفورس ديتيل بتاعك، والديتيل بتاعك هنا هو نفس الديتيل بتاع الايزوليتد فوتنج، بس الفرق ان لازم الخازوق يخش هنا مسافه كام؟ 15 سنتي، والحديد بتاعه لازم يخش في مين؟ في البايل كاب، عشان يقدر ينقل البايل كاب الحمل بتاعي كله بالانتظام او بالتوزيع متساوي على كل الخوازيق اللي عندي. وبكده يبقى انت صممت البايل كاب بتاعك. شكرا.